طيب، صباح الخير يا شباب. احنا توقفنا هنا المحاضرة الماضية، احنا كنا ندي أمثلة عن زي ما حكينا انه احنا في الفورميليشن مفروض نحدد 4 شغلات، تمام، اللي هي الستيتس والاكشنز والجول تيست والباث كوست. الاكشنز اللي هي السكسسور فانكشن، احنا لما حكينا انه 4 شغلات نهيهم هدول الأربعة، اللي هو الستيتس تبعتي، تمام، والاكشنز اللي هي السكسسور فانكشن، اللي هي ايش بترجع لي زي ما احنا عرفناها هنا، بترجع لي pairs من ايش الاكشن والنيو ستيت، تمام، بالاضافه للجول تيست، بالاضافه للباث كوست. اخذناها لعده امثله، اول مثال اخذناه للفاكوم كلينر، حددنا ال4 شغلات هذه كيف شكلها، حكينا انه هنا انا بحتاج 2 variables، والاكشنز انا عندي 3 actions right وليفت وساك. التو variables اللي هو الديرت عبارة عن انتجر، واللوكيشن ياخد 2 values A و B، والجول تيست انه ما يكونش انا في عندي اوساخ في الـ في في الـ في في الانفايرمنت، والباث كوست انه حكينا انه كل اكشن باخده بكلفني انه 1. واخذنا مثال تاني اللي هو الايت بازل، شفنا انه الستيتس انه كيف بدي امثلها، بمثلها ممكن من خلال فاريبل واحد عباره عن سترينج اللي هي بمثل ترتيب التايلز المختلفه في الايت بازل. الاكشنز انا في عندي 4 actions بيعتمد حسب الستيت، في بعضها ممكن 3، في بعضها 2، اللي هو بلانك ليفت رايت اب وداون. والجول تيست انه انت تحصل على هذا الترتيب او لا، تمام، والباث كوست انه كل حركه بتكلفني 1، وحكينا انه ممكن يكون في عندي سوليوشن بكلف 11 حركه، في سوليوشن ثاني بكلف 20، سوليوشن ثالث بكلف 40. فبالتالي الفكره في الموضوع انه السيرش استراتيجي يفترض انه توجد لي الحل باقل تكلفه، تمام. المثال هذا اللي احنا توقفنا عنده اللي هو الروبوتك اسمبلي، في زي ما انت شايف انه انت في عندك الروبوتك في عنده حركة افقية بهذا الشكل، في عنده حركة دورانية هنا، وفي عنده كمان حركة دورانية هنا بهذا الاتجاه، وهذه بهذا الاتجاه، تمام، وهذه حركة افقية بهذا الاتجاه، تمام. هذا بخصوص هاي الجوينت اللي هنا في حركة كذلك التفافية هنا، تمام، وفي حركة انه زي ما انت شايف بهذا الاتجاه انه ممكن الزاوية هذه تكبر وتصغر، وعندك حركة دورانية هنا عشان يلتقط الأوبجكت. فبالتالي الستيتس تبعتي هي عبارة عن الريال فاليو كوردينيت للروبوت جوينت انجل، تمام. فبالتالي انا عندي كل الزوايا هذه عبارة عن ريال فاليو، لإلها عبارة عن فاريبلز بتعبر عن الريال فاليو تبع الكوردينيت لإلها. الاكشن هو عبارة عن continuous motion، هو مختلف عن الأمثلة السابقة كله discrete، أما هنا أنا عندي continuous motion للجوينت، فبالتالي هو عبارة عن stepper motor بتحرك بشكل continuous، فبالتالي الحركة تبعته برضو real valued، تمام؟ بالضبط بعدد الجوين، وإنه أنت تشوف إيش الكوردينات اللي موجودة، الكوردينات بالضبط الحالية، وهذه الأرقام بتتغير بشكل continuous، يعني إنه continuous value قيم متصلة بالضبط. والجول تيست هو عبارة عن انه انت تخلص الاسمبلي، عملية التجميع، تركب البارتس مع بعض. والباث كوست انه تايم تو اكسكيوشن، معنى ذلك انه انت ممكن انه يكون في عنده حل للمشكلة انه يخلص للتجميع مثلا في 3 دقائق، حل تاني يخلص لي اياها في 7 ثواني. فبالتالي هنا انه في الحالتين انت عملت كومبليت للاسمبلي، لكن هنا انت كيف بدك تحسب الكوست من خلال التايم تو اكسكيوت، تمام. طيب نيجي الان انه نطبق هذا الكلام، الفورميليشن اللي احنا حكيناه نطبقه كالجوريثم. فبالتالي بده يكون في عندي داله اسمها سيمبل بروبلم سولفينج ايجنت، شو بتاخذ بيرسبت وبترجع اكشن. مش بس البيرسبت اللي بتاخده، تاخذ كذلك عده شغلات اخرى اللي هي عبارة عن static variables اللي هو sequence والstate والgoal والproblem.
طبعا بطبيعة الحال بعمل اني يعني انه قبل ما انا ابدا التنفيذ انه بعمل ابديت للستيت بناء على الستيت الحالية او الستيت السابقة والبرسبت. واذا السيكونس امتي معنى ذلك انه انا لسه ما خطيتش ولا خطوة في الحل. تمام؟ ساعتها ايش بدي اسوي؟ بروح بعمل initialization للجول. ليش؟ لانه initially بيكون null، فهنا بستدعي ده let formulate problem، باخد الانيشال باخد الجول. تمام؟ الجول ستيت بالاضافه للبروبلم، هاي دالت فورمولات البروبلم بديها الستيت والجول. تمام؟ وبعديها بجيب السيكونس الخطوه الجايه الاكشن الجاي باستخدام السيرش. حكيت هذا السيرش هو اللي حيتبدل، يبقى هذا الالجوريثم ثابت، لكن ايش اللي حيتبدل معانا؟ السيرش الجوريثم. تمام؟ يبقى السيرش هنا بدي له البروبلم، بيرجع لي سيكونس، السيكونس هذا بروح بنفذه وبروح بحطه في سلسلة الـ actions اللي أنا أخذتها. تمام؟ لا بس أنت يعني بشكل أساسي إنه يعني إحنا ركبنا كل الأمور مع بعض، إحنا أخذنا كيف نعمل formulation للبروبلم وكيف إنه إحنا نعمل هذه الشغلات. طبعا هذا عبارة عن بسودو كود، أنت كيف ترتب الأمر بشكل برمجي يعني لا أكثر ولا أقل. وحكيت لك إنه وين الجزئية اللي يفترض إنه هي تتبدل معانا، اللي هي هاي الجزئية، لأنه إحنا هناخد search strategies مختلفة، وأنت اللي يفترض إنه كل مرة إنه نفس الألغوريثم بس بتبدل هاي. فبالتالي تري سيرش الجوريثم هو عبارة عن exploration للstate space by generating successor of already explored states، وهذه العملية اسمها expanding. يبقى السيرش الجوريثم شو بيسوي؟ بعمل expanding للنودز لغاية لما يوجد الحل بهذا الشكل. والدالة تبعت التري سيرش هذه اللي احنا شفناها دي سيرش. تمام؟ احنا بدنا نخصص لانه في عندي تري سيرش وفي عندي جراف سيرش، احنا بدنا نبدا بالتري سيرش. التري سيرش الجوريثم بتاخذ هاي البروبلم والاستراتيجي. فايش حيختلف معايا كل مره؟ السيرش استراتيجيز. السيرش استراتيجي كل مره حاطي له شغله مختلفه. في هنا عندي هنا لوب. If there is no candidate for expansion, then return failure. شو معنى هذا الكلام؟ أنت already عملت expand لكل النودز الموجودة في التري وما لقيتش الحل تبعك. فبالتالي أنا ما لقيتش حل. Failure. رجع. Failure. تمام؟ طبعاً إذا الشرط هذا ما تحققش بنتقل لهاي الستيتمنت اللي هي choose a leaf node for expansion according to strategy. شو بتفهم من هذا الكلام؟ انه الاستراتيجي شو وظيفتها؟ اختار النود اللي بعملها اكسبانشن. يعني على سبيل المثال انه انا هذه الروت نود ايش في هنا عندي السكسيسورز، في عندي هاي وهاي وهاي. ايش وظيفه الاستراتيجي؟ من اي واحدة اعمل اكسبانشن؟ اي واحدة اللي اعملها اكسبانشن، اعمل لهاي ولا لهاي ولا لهاي؟ مين بيحدد هذا الكلام؟ الاستراتيجي بالضبط. تمام؟ يبقى الاستراتيجي هنا الوظيفة تبعتها ايش تحدد لي؟ تتحدد لي النود اللي انا بدي اعملها expansion. هجيت اذا النود هذه اللي انا بدي اعملها expansion بتحتوي على الجول ستيت، ساعتها ايش بدي ارجع؟ بدي ارجع السوليوشن، المسار للسوليوشن. تمام؟ else مش هي الجول ستيت، ساعتها ايش بدي اسوي؟ بدي اروح اعمل expand للنود وبينتج على هذا الكلام انه تري جديدة بدي اعملها اكسباند. يعني ايش هنا في عندي نود؟ هذا الروت نود، هل هي الجول؟ يبقى الشرط هذا ما تحققش. تمام؟ فبالتالي ايش بدي اعملها؟ بدي اروح اعملها اكسباند. إلس اراد، هل هي الجول تبعي؟ الجول تبعي بوخارست؟ لا. then اكسباند، عملنا اكسباند هاي وهاي وهاي. بدي اختار واحدة منهم، على أي أساس بدي أختار واحدة منهم؟ على أساس الاستراتيجي. على سبيل المثال اخترت أعمل expand لهاي حسب الاستراتيجي. تمام؟ باجي الآن ال expanded node، هل هي الجول؟ لا. هل هي الجول؟ لا. هل هي الجول؟ لا. لا.
مش الجول، ساعتها بدي اعملها اكسباند، بعمل اكسباند لهاي وهاي وهاي. طبعا هاي انا اوريدي عملت لها اكسباند، فبالتالي بعملهاش اكسباند تاني، لانه زي ما حكينا انه احنا بنجنب ندخل في انفينيت لوب في الالجوريثم، فبالتالي النودز اللي اوريدي اكسباندد ما عملها اكسباند. تمام، بعديها انه هاي هل هي الجول؟ لا، بعملها اكسباند بهذا الشكل. طيب حكيت هذا الكلام، في انا عندي بدي افرق بين السيرش تري والسيرش جراف. ايش الفرق بين التري والجراف؟ الجراف التري وين بيكون الاثنين مع بعض، اما الجراف ممكن انه الوحده بتصير ايدج. بالضبط، فبالتالي انت في الجراف ممكن انت تروح وتعمل ترافيرس بكل الاتجاهات زي ما انت بدك. تمام، طبعا احنا حناخد السيرش تري في الاول، وبعديها حنشوف كيف ممكن نطبق السيرش جراف. طبعا هذه التول في عندكم تو اسايمنتس نزلت على المودل، تمام، وراح تستخدموا هذه التول. هذه التول حشغلكم اياها الان عشان تشوف كيف انه انت تحل الواجب. التول هذه سهله انه انت تتعامل معها، بس خلينا جافا. بس خلينا ايش نسوي؟ خلينا اول انه احنا نحكي عن السيرش استراتيجيز. احنا في عنا السيرش استراتيجيز تعريفها بشكل فورمال انه is defined by picking the order of node of expansion. زي ما حكينا بدي احدد ترتيب النود اللي بعملها expansion، فبالتالي كيف ايش اللي بيختلف، كيف تختلف استراتيجي عن استراتيجي تانية؟ من خلال ترتيب النودز اللي بتعملها expansion. صحيح، حكيت الاستراتيجي هادي. انا في عندي عدة استراتيجيز، يفترض انه احنا يكون في عندنا معايير للتقييم عشان اقول انه الاستراتيجي هادي احسن من هادي. ايش معايير تقييم الاستراتيجي؟ في انا عندي اربع معايير: completeness, complexity, space complexity, time complexity, space complexity, optimality. ايش المقصود بالcomplexity؟ انه بدي اسأل انه بدي اقول انه هي complete ولا مش complete، انه هل هي always find solution if one exists. في انا عندي بعض البروبلم ملهاش solution. تمام، عقيت احنا اذا انا عارف انه في حل لهاي البروبلم، هل الاستراتيجي هاي الخوارزمية هاي بتكون قادرة على ايجاد الحل؟ اذا يبقى complete. تمام، مش معناته انه اجت يعني اوجدت الحل معناها انه الحل هذا اوبتيمال. هذا بقيسه بمعيار تاني، انا بقيس معيار انه هي اذا في حل موجود بتقدر توجده ولا لا. المعيار التاني time complexity، تمام، اللي هي عبارة عن number of nodes generated. هنا عندي استراتيجي بتعمل expand لنودز كتير عشان توجد solution، في خوارزمية تانية بتعمل expand لنودز اقل، فبالتالي هذه time complexity. والتايم كومبلكسيتي انا بقيسه بالبيك او نوت نوتيشن، تمام، مش التايم تبع الاكسكيوشن تبع السي بي يو او الجهاز، لانه بيختلف من جهاز لجهاز تاني. اما السبيس كومبلكسيتي هو عباره عن الماكسيمم نمبر اوف نودز ان ميموري. في بعض الاستراتيجيز بتحتاج لنودز تكون موجوده في الميموري انه عشان انه يعملها ترافيرس، تمام، فبالتالي انه قديش مقدار الماكسيموم نمبر اوف نودز اللي بيحتاجها تكون في الذاكره. تمام، طبعا الميموري ريكويرمنت عندي، حفتح لكم الكتاب حورجي لك يعني مقارنه بين الالجوريثمز. لو كانت انا عندي 4 8 16 32 نود، وكل مره بورجي لك قديش النود ريكويرمنتس، فبالتالي بيصير في عندك رقم مخيف انه انت بتحتاج ميموري بالتير عشان انه انت تحل بروبلم معينه. أما الأوبتيماليتي، does it always find the least cost solution؟ ممكن توجد حل، ولكن الحل هذا مش هو أقل تكلفة، في حل تاني أقل تكلفة ما قدرت إنه هي توجد. تمام؟ هجت التايم والسبيس كومبلكسيتي هدول التنين بيش بنقاسوا؟ بنقاسوا برضو بمعايير تانية، بفاكتورز تانية اللي هي البي والدي والأم. هدول بدك تخلي بالك منهم لأنه حيتكرروا معنا. إيش البي؟ هي الماكسيموم برانشينج فاكتور. إيش المقصود بهذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام إنه أنا عندي في هنا 3 برانشز. لو كان في عندي مثلا من أراد
ممكن أنتقل، يعني كانت أراضي هي في نص الخريطة، وممكن أتحرك منها لثمان مدن، فبالتالي البرانشينج فاكتور تبعها بيكون أكبر، ثمانية بالضبط. إيه هذا البي. أما الدي هو عبارة عن الدبث للليست كوست سوليوشن. طبعا انت زي كأنه البي انت بتطلع على العرض، والدي بتطلع على العمق. العمق طبعا احنا هنا بنقيسه بالمستوى، مستويات البرانشز. انت عندك المستوى الاول زي هيك، هاي المستوى الاول، هاي المستوى الثاني، الثالث، وهذا لو عملت له اكسمان زي هيك. فبالتالي الدبث هيك انت بتنزل بالدي، اي واحد اثنين ثلاثة بهذا الشكل. هكذا الدبت لايش؟ لا least cost solution. تمام. والام هو عبارة عن الماكسيموم دبت اوف ذا ستيت سبيس، وممكن يكون انفينيتي. يعني في بعض الستيتس، في بعض الجيمز، او في بعض يعني المابس، انه ممكن انه يكون السبيس تبعي انفينيتي، تمام، مش انه فاينايت. واضح يا شباب؟ واضح. يعني انه السبيس، يعني الحركه في البورد هاي، انه مش انه والله يعني انه انت مثلا التشيس، افترض جدلا انه التشيس انت عندك ممكن انه يعني الـ 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 القطع اللي انت بتستخدمها في الشطرنج ممكن يكون فيها 32,000 توليفة مختلفة، افترض جدلا. فهي فاينايت ولا مش فاينايت؟ فاينايت. لكن في بعض الجيمز الثانية انه انت عندك القطع اللي بتكون موجودة على البورد فيها يعني عدد لا نهائي من الحالات اللي ممكن تكون موجود فيها، فبالتالي انه الستيت سبيس انت عندك انفينيت. كيف؟ اذا كانت الماكسيمم انفينيتي، ايش السولوشن في حاله زي هيك؟ هل بنعملها انه احنا بنحط من عندنا بنفترض عدد نهائي بحيث انه ما ياثر على الذاكره، ولا كيف؟ على حسب الخوارزمية. يعني مثلا على سبيل المثال depth limited، انه انت بتحط limit للموضوع هذا، او انه انت ممكن يعني برمجيا انه انت تعدل الالجوريثم، انه اذا مثلا بعد level معين ما يوجدش حل، انه بتقول انه خلاص انا استسلمت. طيب نيجي انواع search strategies. مهم جدا ان احنا نعرف التصنيفات تبعتها، تمام. وبعديها بدنا نبدأ بالتفصيل بالنوع الأول، الـ Uninformed Search أو الـ Blind Search، عشان هيك بسموه Blind Search. في أنا عندي أربع algorithms أو أربع strategies إذا بدك. هنا أنا في عندي اثنين، تمام، وهنا في كتير بس إحنا حناخد واحدة. إيش الـ Uninformed Search؟ نبدأ في الأول. الـ Uninformed Search هو عبارة عن search strategy بيستخدم فقط المعلومات المعرفة في الـ problem definition، أي معلومات تانية ما بيستخدمها، بيش عنده exploration. هاي الفكرة في الموضوع، انت ايش بتديله معلومات خلاص بيشتغل عليها. عشان هيك بنسميه blind search strategies أو blind search. ايش فينا عندي خوارزميات تابعة له؟ فينا عندي breadth first، breadth بيصير انا عندي الاكسبانشن للنود بشكل عرضي بشكل افقي، مع ذلك انه هو بيدور على شروست نود او النودز الضحله. طبعا ضحله انا بقصد في الدبث، ضحله قريبه من السطح، قريبه من الروت. في الاكسبانشن فينا عندي الدبث بيركز في الاكسبانشن تبعه على العمق. هذا التري، طبعا هذا كله تري سيرش. وفينا عندي الدبث ليميتد، هو نفس الالجوريثم الاول بس احنا عملنا له ليميتيشن بمستوى معين بالضبط للعمق. وفي هنا عندي ايتريتيف ديبنينج سيرش، هدول الاثنين بدي استخدمهم مع بعض، تمام، في حل مشاكل معينه. معنى ذلك انه الايتريتيف ديبنينج سيرش بستخدم جواته
الدبث ليميتد بشكل اتريتيف. هاي معنى الكلام. طيب نيجي للنوع الاول بريدث فيرست سيرش اكسباند ذا شولوست ان اكسباندد نود. شولوست الضحله اللي بتكون قريبه من السطح. ايش السطح تبعنا؟ اللي هو الروت نود. اذا في عندك نود قريبه من السطح او ضحله ما عملتلهاش اكسباند، الاولويه الها تعملها اكسباند. تمام. والامبلمنتيشن تبعه، خلينا نأجل الحكي على الامبلمنتيشن، انه خلينا نشوف كيف. انه انا على سبيل المثال انا عندي الروت نود A، تمام، فبالتالي بعمل اكسباند للمستوى الاول، بروح بقسمهم لمستويات. تمام بالضبط، بروح بعمل B و C. نعم تمام. بعدين بعد ما عملت انه اكسباند ل بي وسي في هذا المستوى، ساعتها بنتقل للمستوى اللي بعده. خلصت هذا المستوى، عملت اكسباند لكل النود اللي هنا. معنى ذلك انه عملت اكسباند، خلي بالك انا مقصودش فيزيت، اكسباند عملت اكسباند لبي هيها دي واي، واكسباند لسي هيها اف وجي. خلصت من هذا المستوى، ساعتها بنتقل للليفل اللي بعده. تمام. ساعتها دي اذا في لها سكسيسورز بعملهم اكسباند، بروح على اللي وراها اي وهكذا، بخلص المستوى هذا وبروح على المستوى اللي بعديه وهكذا. تمام. طبعا كامبلمنتيشن محتاج كيو فيفو كيو فيرست ان فيرست اوت، بمعنى اخر انه النيو سكسيسورز بتكون في الاند في النهايه. ليش؟ لانه انا بعمل اكسباند اول باول، بمعنى اخر. واضح يا جماعة؟ ما هو احنا بنحكي على سيرش، حكيت ارجع للالجوريثم هنا اللي هو التري سيرش. خليني انا ايش اسوي؟ لا لا ثواني بس خليك معي. هاي هنا تمام. هجيت هنا choose a leaf node for expansion according to strategy. يبقى الاستراتيجية هناك ايش بتسوي؟ هي بس مجرد انه هي بتحدد ترتيب النود. تمام. اما التري سيرش الجورثم هو هذا، انه اذا لقينا بعمل stop ولا لا. if the node contains the goal state then return the corresponding solution. تمام. else اعمل expand لغيرها. تمام. معنى ذلك انه هو نعم يبقى هنا. عشان هيك انا بحكي لك فيفو، معنى ذلك النيو سكسيسورز go at end، معنى ذلك انه اللي بعملها visit في الاول بعملها expand في الاول، first in first out فيفو. عشان هاي معنى الكلام انه new successors at end. تمام. نيجي للنوع الثاني. قبل النوع الثاني خلينا نشوف الخصائص تبعته حسب المعايير تبعت الايفالويشن اللي حكينا عنها. ايش هي؟ اربع معايير: completeness, time, complexity, space complexity والoptimality. هل بريدث فيرست اوبتيمال كومبليت؟ عفوا بتعرض اعرف بيلف على كل النودز. نعم اذا كانت فاينايت، اما اذا كانت انفينيت في احتمال انه ما يلاقيش الحل. يس اف بي از فاينايت البرانشز. تمام. التايم كومبلكسيتي كيف بقيسها؟ ما دام انا بشتغل بشكل عرضي، معنى ذلك انه بتطلع على عدد التفريعات. كيف بقيس بيج او نوتيشن لإله؟ على حسب عدد التفريعات. فبالتالي المستوى الاول واحد، هاي ستيب اللي هي شايف هذه الروت نود واحد، وبعديها هنا على حسب عدد البي. تمام. وهكذا. فبالتالي هنا واحد زائد بي زائد بي سكوير تو دا باور 3 لغاية بي تو دا باور دي. وايش الدي؟ البي البرانشينج فاكتور، دي الدبث للليست كوست سوليوشن، زائد بي
في بي مرفوع على القوة دي ماينس واحد، معنى ذلك انه الناتج النهائي هاي يبقى هاي الـ time complexity لإله. الـ space complexity مدام انه هو محتاج لهذه الـ steps، معنى ذلك انه هو عدد الـ nodes اللي بيحتاجها في الميموري هو نفس الاشي، فبالتالي هو فعليا محتاج انه يخلي كل الـ nodes في الميموري. optimal yes تمام، اذا الستيب تبعت الكوست واحد، لكن اذا اختلفت بيكونش اوبتيمال. يعني بدنا نرجع وين، انا افترض ما اخربشش كتير عشان ايش ما قعدش انه انا في النافيجيشن بين السلايد يبدو انه في اشكاليه. وين خريطة أراد؟ التري، وين هالتري؟ هلقيت لو هادي واحد وهادي واحد وهنا واحد 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 واحد، ساعتها بقول إنه الحل اللي بوجده أوبتيمال، لكن هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ لأنه هذه المسافة بين أراد لسيبوي تقريبا كانت 75، وهذه كانت مش عارف أبصر قديش، فبالتالي إنه مجموع بالضبط. هو يعني بيدور على الحل بشكل يعني بتوسع بشكل عرضي، فبالتالي بيكون أوبتيمال إذا كانت الكوست كلها متساوية، لكن الشرط هذا بتفركش إذا مش متساوية الكوست. تمام؟ بالضبط. لكن في رومانيا انت برضو بدك تشوف الدبث وتشوف قديش الكوست هنا وقديش الكوست هنا، ساعتها بتقدر تقارن. تمام؟ طيب يبقى في عندنا سبيشال كيس انه البريدث اوب بيكون اوبتيمال في حال انه كانت الكوست واحد، غير هيك بيكونش اوبتيمال. نيجي للدبث فيرست. كيف يعني؟ لأن السبيس والتايم نفس الأمر في الكومبلكسيتي ولا كيف؟ مش هادي يعني؟ بيبقوا قطعة البي أوس دي زائد واحد نفس التايم تكون دائما في ال لا لا مش بالضرورة. طب كيف حسبها ولا هي 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 انه انت بدك تشوف قديش النودز كلها اللي انت بتزورها واللي انت محتاج انه انت تحطها كلها في الذاكرة، فهي عبارة عن يعني هذه انه عدد النودز كستيب، فبالتالي هي بتكون نفس الاشي. في حالات تانية ما بكونش نفس الاشي. تمام؟ وين رح تخلص في الباثز اللي هي؟ حكيت انت اذا في نود معينه كانت النود هذا هي عباره عن سوليوشن، ساعتها بتقدر تعمل بترافيرس للتري انه انت بتجيب المسار لهاي النود. depth first search expand the deepest unexpanded node. يبقى التركيز تبعه في الاكسبانشن على وين؟ على العمق. تمام؟ في الامبلمنتيشن هنا بحتاج ليفو last in first out، اخر واحد بيدخل انا عندي في الكيو هو اللي حيطلع اول واحد، او بمعنى اخر هو اللي هيعمله اكسباند في الاول. put successors at the front. هنا انا عندي هاي الروت نود. تمام؟ A بدي اروح على C؟ لا، بروح بعمل هنا بتطلع في العمق انه بعمل اكسباند ل B، ومن B هل انا بعمل اكسباند ل E؟ لا، بروح على D، وبعد ما اخلص لعملها اكسباند ساعتها برجع ارجوع. تمام؟ شوف معايا كيف هاي B و C. C بطلعش عليها خالص، بعمل اكسباند ل B. تمام؟ هاي D انا عندي B، انا عندي D و E. E بعملش فيها ولا اشي، بعمل expand لدي اللي هو H و I. تمام؟ طبعا بعملهم visit، شايف كيف هنا ضللتها باللون الاسود، معناها انه هي مش الجول، هذه مش الجول. تمام؟
اجيب ساعتها برجع للفرع الثاني الديبست من البي اللي هو الاي بعمل له اكسباند زي هيك مش هو هذا الحال مش هو هذا الحال ساعتها برجع للبرانش هذا يبقى سي ما صار لهاش اكسباند الا لما خلصت كل السب تري هاي يبقى خلصت هذا العمق كله تمام بعديها رجعت لمستوى اعلى مش زي البريدث اللي هو بتوسع بشكل عرضي في كل مرحله بعمل هنا على سبيل المثال C F و G G بطلع على الهاش بعمل اكسباند لL و M بهذا الشكل تمام الخصائص تبعته كومبليت في عندي حالتين زي ما هذاك في حالتين برضو هذا في حالتين يبقى نو no. في حال كان ان انا عندي الدبث انفينيت بالضبط تمام فبالتالي هنا بيصير في عندك لوب وهنا ممكن انه نعدل الارغوثم برمجيا بحيث انه يصير جراف سيرش بدل ما تري سيرش فبالتالي النوتس اللي انا اوريدي عملت لها فيزيت ما رجعش ان انا اكررها تاني تمام يبقى هنا كومبليت انفينايت سبيس يبقى كومبليت يس في حالة انه السبيس كان فاينايت التايم هي عبارة عن بي مرفوع على القوة ام ايش الام احنا حكينا انه في عندي بي ودي وام بي برانشينج فاكتور دي دي اللي هو الدبث للليست كوست سوليوشن والام ماكسيموم ايش الماكسيموم ديبث لكل السبيس صح تمشوا مركزين معي هو الماكسيموم ديبث للسبيس للستيت سبيس كله تمام واعمق ديبث للستيت سبيس تبعي تمام فبالتالي ما دام انه انا بتطلع على العمق معنى ذلك انه الكومبلكسيتي تبعته بده يدخل فيها الماكسيموم ديبث في الموضوع اللي هو عباره عن بي مرفوع على القوى ام تمام طبعا انه في كانت في حال كانت الام هي ماتش لارجر من السوليوشن ديبث معنى ذلك انه الكومبلكسيتي تبعته بتكون كتير عاليه اما السبيس هي عبارة عن لينير حاصل ضرب البي في الام تمام اوبتيمال طبعا بطبيعة الحال لا تمام لكن هو كاسلوب انه كفليكسبلوريشن ممكن يكون مفيد نيجي للدبث ليميتد طيب خلي الدبث ليميتد للمحاضره الجايه بس خليك استنى طول بقى بدي اورجي لك الاساينمنت انت عندك هنا هيو ايش مطلوب منك مطلوب منك انه هذا سيرش استراتيجي مطلوب منك تستخدم التول اللي موجوده هنا هي اللينك تبعها تمام بدك تعمل بروبلم من اختيارك طبعا هنا في التول هاي تعال اطلع عليها هنا في عندك slash search لا هاي في عندك create a new graph بورجي لك كيف انه انت يعني tutorial او تعمل load ل pre-existing graph تمام وهنا في التوتوريال هذه بورجي لك انه انت كيف تعمل solve للجراف هجيت هنا solve للجراف على سبيل المثال انه انت بتحمل problem زي هيك تمام وبتروح بتختار خليني طبعا التول هذه كيف بدك تحصل عليها بدك تروح هنا على الداونلود طبعا هي مقسمة هنا هي عندك decision tree عندك neural network طبعا هذه يعني تعليمية انا حنزل الجار انت ممكن تنزل exe عندك على الويندوز بس بدك يكون في عندك الجافا runtime موجودة الجار
اوكي تطلع انت عندك زي هيك تمام. طبعا انا بديش انا يعني بتتبع التوتوريال عشان انت كيف تعمل نودز تمام وتعمل الايدجز بيناتها وتحط الكوست. هنا انا بدي اروح على فايل لود سامبل بروبلم. طبعا في السامبل بروبلم بتلاقي سامبل تري جراف بعملها لود. هاي انا عندي نود زي هيك. هنا طبعا التري هاي زي ما انت شايف فيها معلومات. كل ما اعمل كليك على واحدة او على اي ايدج المعلومات هذه ممكن تظهرها من هنا اللي هو show edge cost. فبالتالي هنا هذا الكوست تبعه 9.9 وهذا 10.6 وهي النوتس انا عندي بهذا الشكل. كيف تختار السيرش استراتيجي؟ من هنا هاي depth first وهنا breadth first. خلينا نختار breadth first. وعند التاب تبع السولف انت ممكن انه انت يعني تعمل فايند للسوليوشن كله هنا في خطوة واحدة وممكن تعمل ستيب ستيب للحل تبعك. وهو هذا اللي حيكون مفيد بالنسبة لإلك عشان انه انت فعلا تتمرن على هاي وتتمرن على هاي وتشوف ايش الفروقات منهم بشكل عملي عشان يساعدك في استيعاب الاشي النظري. فبالتالي هنا الستيب احنا بنشتغل بريدث. هاي انا عندي ان واحد وان اثنين تمام. بعمل اكسباند لان واحد بعديها بنتقل لان اثنين بعملها اكسباند تمام. وبعديها انا عندي ايش الاورناد النودز الاكسباندد ان ثلاثة ان اربعة ان خمسة ان ستة. كيف هاي الجول بالضبط هذه بعملها ست انه هي الجول تبعي. بس انا بقدرش انه هنا في الكرييت ساعتها بقدر انه بالضبط set as a goal node تمام. فخلينا نرجع هنا ونكمل. لا هو راح الحال بدي ابدا من اول وجديد. هي ان واحد ان اثنين تمام ان ثلاثة ان اربعة بعديها برجع لان اثنين ان خمسة ان ستة. فبالتالي خلص المستوى هذا كله بالكامل وهي النودز already expanded. هل هذا الحل؟ لا هذا الحل لا هذا الحل لا. اعمل expand لان ثلاثة بعديها ان اربعة ان خمسة تمام عن ستة. بعديها ابدأ في المستوى اللي بعدي زي هيك. هاي السوليوشن جاب لك اياه انه نود اكسباندد 11 والكوست اللي هو هذا المسار اللي هو 10.6 زائد 9.1 زائد 8.8 بيطلع 28.5. هجيت ممكن تغير الاستراتيجي depth وتبدأ تتبع. شايف بعمل اكسباند في العمق بهذا الشكل تمام. هجيت انا ايش طالب منك؟ طالب منك تو اساينمنتس. الاساينمنت الاول انه انت بدك انه انت تعمل بروبلم اوف يور تشويس. انه انت بدك تفترض انه انت عندك مجموعه من النودز وتفرحها وتحط الكوست تبعتها. طبعا النودز هذه اللي انت حتنشئها هنا هاي وفي الكرييت هنا بتنشئهم زي هيك. بتروح بتختار فايل وبتعمل سيف للبروبلم. مطلوب منك تسليم شغلتين اللي هو البروبلم اللي انت عملتها عشان انا افتحها بالاضافه ل اللي هو الحل اللي هو بتحط لي اياه في ملف وورد. وين الموديل تمام بالاضافه ل دوك اكس روبورت للسوليوشن تبعك تمام. المساله الثانيه او الاسايمنت الثاني اللي مطلوب منك بدك تستخدم نفس التول بس بدك تعمل خريطه رومانيا. خريطه رومانيا موجوده عندك على السلايد تمام. وال المسافات او الكوست بين الايدجز برضو موجوده بتعملها ست هناك. وبتحل لي هدول المسالتين انه انت موجود في 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 اراد وبدك تروح على بوخارست وانه انت موجود في اراد وبدك تروح على كروفي كروفيا تمام. مرة بدك تحط بوخارست هي الجول ومرة بدك تحط كروفيا هي الجول تبعك وتحل لي اياهم. طبعا كل واحدة at least two search strategies.
طبعا انت احنا هاي اليوم السبت خلصنا تقريبا 2 سيرش استراتيجيز، البقيه بنخلصهم يوم الاثنين، وانت معك في الاساينمنت الديدلاين تبعه، الديدلاين تبعه 9 ايام 6 ايام، بمدد لك اياه كمان، يعني انه ممكن اخلي لك اياه للاثنين الجاي. تمام. طب الان نستخدم بس اثنين سيرش استراتيجي ولا كلهم في هذه المساله تبعت رومانيا؟ 2 سيرش استراتيجي. اما المسألة الأولى بدك تستخدم at least three uninformed search strategy. تمام؟ بالضبط، اللي هو ملف الوورد، إنه مثلاً إنه بدك تقول لي التفصيل، إنه والله هنا احتاجنا نعمل expand مثلاً لعشرين نود وكان الكوست هالقد، والألغوريثم الثاني احتاجنا نعمل expand مثلاً لسبعة نود والكوست تقريبا حتكون نفس الإشي، يعني الا اذا كان يعني في انا عندي عده حلول وكل واحد الكوست تبعها بتكون مختلف زي هيك، لانه يعني انت عندك تفاصيل الحل برضو بتكون موجوده هنا في هنا في السولف، انه عندك هنا هذا كلام بحط له بصفت لك اياه بشكل يعني زي هيك، شايف؟ مش هجاوبك على هذا. تمام. طبعا امتداد الملف XML، فبالتالي انا بتوقع منك انه الملف الجراف انه يكون امتداده XML. تمام، يعطيكم العافيه شباب.